لمواكبة مسيرة استشراف وتصميم وتنفيذ المستقبل في دبي، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤسسة دبي للمستقبل عام 2016 بهدف مجاراة التغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وذلك عبر تبني التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد والبلوك تشين وإنترنت الأشياء والميتافيرس وغيرها من أدوات الثورة الصناعية الرابعة. تشرف مؤسسة دبي للمستقبل على العديد من المشاريع والمبادرات الرائدة، من أهمها متحف المستقبل، هذا الصرح المعماري الذي يستشرف خدمات المستقبل وحياة الإنسان في عالم الغد، والذي جاء ليغير مفهوم المتاحف التقليدية المتعارف عليها. ومنذ افتتاح متحف المستقبل في 22 من فبراير عام 2022 لم يتوانى المتحف في تقديم تجربة تفاعلية غير مسبوقة من خلال مساحة فريدة تجمع بين المعروضات والمنصات التفاعلية والتجارب الممتعة وفعاليات متعددة، يأخذ العالم الافتراضي حيزا كبيرا منها، إذ احتضن المتحف تحدي سبارك AR الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أقامته شركة ميتا بالتعاون مع مقر المبرمجين وشركة لينس ليست، وناقشوا إمكانات الواقع المعزز والعالم الافتراضي. واليوم يستضيف متحف المستقبل ملتقى دبي للميتافيرس، الحدث العالمي الذي يجمع نخبة من الخبراء في المنطقة والعالم لدراسة أبرز فرص وتطبيقات الميتافيرس في مختلف القطاعات الحيوية، تماشياً مع استراتيجية دبي للميتافيرس التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي باعتبارها من أفضل مدن العالم في استثمار الفرص الاقتصادية الواعدة. هذا ويستعد متحف المستقبل يوم 10 و 12 من شهر أكتوبر المقبل لاستضافة منتدى دبي للمستقبل ليصبح فعالية سنوية لتبادل رؤى استشراف المستقبل والمساهمة في صناعة مستقبل أفضل للبشرية. فعاليات متنوعة قدمها متحف المستقبل ترسم مسار إمارة دبي نحو المستقبل، هذا المستقبل الذي حدد استراتيجيته صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه، المستقبل لا ينتظر، المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم.